بهالانتخابات حتقوم وحتقول لهم مين هو المارد الازرق. عدو فاجر وصديق تاجر. نشرت من الميدان من تلفزيون مستقبل وفي العناوين. الايام طلعت لوائح يعني بالعلم تمثل بشار الاسد. في اليوم الثاني من جولته البقاعية الحريري يقول سنريهم في السادس من ايار ما هو قرار البقاع ومن هو تيار المستقبل. هذه مش معركه لا سعد الحريري ولا نهاد المشنوع ولا تمام اسلام ولا الاخر. هذه معركه على بيروت وهويه بيروت وعروبه بيروت. المشنوق معركة بيروت سياسية بامتياز وتاريخنا مع جنبلاط لن ينفك. مسلسل التغيير الديموغرافي يبدأ في القلمون الشرقي ووفد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يأخذ عينات من دوما. يستكمل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جولته البقاعية في يومها الثاني والتي تختتم مساء اليوم في منطقة عرسال. جولة اليوم بدأها الحريري من بلدة القرعون حيث أقيم له استقبال حاشد بحضور فعاليات المنطقة ومرشحين على لائحة المستقبل. بعدها انتقل إلى كامد اللوز ومنها إلى منطقة السلطان يعقوب وغزة وبرليس. الحريري وصف خلال الكلمات التي ألقاها خلال محطاته منطقة البقاع بمنطقة الكرامة والمحبة والسلام. وعن الانتخابات النيابية أكد الحريري أن اللوائح الأخرى تمثل بشار الأسد وقال سنريهم في السادس من أيار ما هو قرار البقاع. وننتقل مباشرة إلى مراسلتنا مها ظاهر التي تواكب اليوم الثاني من جولة الحريري. مها، ما أهم ما لفتك اليوم في هذه الجولة وماذا عن المواقف؟ نعم هنادي، بالفعل هو اليوم الثاني من جولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في البقاعين الغربية والأوسط. كان استهل اليوم الثاني من هذه الجولة بزيارة بلدة القرعون ثم توجه إلى كامد اللوز حيث أقيم له مهرجان حاشد، ثم في بلدات لالا وبعلول ولوسي والسلطان يعقوب وحوش الحريمة، ثم في بلدة غزة، ثم إلى برلياس، ومن ثم مهرجان في سعد نايل، على أن يتوجه بعد لحظات الرئيس الحريري إلى بلدة خربة أنفار حيث يقيم له المرشح على لائحته ناضي جديد غداء على شرفه. في كل الجولات التي قام بها الرئيس الحريري كان له كلمات من القلب لأهالي البقاعين الأوسط والغربي على ووصفهم بالأوفياء، كما أكد بأنه يقوم ببناء منزل له هنا في البقاع الغربي ليكون قريب دائما من الأهالي. الرئيس الحريري أكد بأن أهالي هذه المنطقة سيقولون كلمتهم في السادس من أيار ليؤكدوا بأن البقاع هو البقاع الذي كان للرئيس الشهيد رفيق الحريري وسيكون للرئيس سعد الحريري. المشاريع والإنماء عن هذه المنطقة لم يغب عن كلمة الرئيس سعد الحريري الذي أكد بأننا نعمل للمنطقة، وقد أكدنا على هذا الموضوع في مؤتمر سابق وبات للمشاريع تمويل وليس كما في السابق، ولكن حتى نستطيع تنفيذ هذه المشاريع نحن بحاجة إلى أصواتكم وإلى كتلة وازنة في مجلس النواب، وسنريهم من هو المارد الأزرق ومن هم آل الحريري. وهذا الكلام جاء في المهرجان الحاشد الذي أقيم للرئيس سعد الحريري في بلدة القرعون في البقاع الغربي حيث كانت أولى محطاته. إذن في كل هذه المحطات كان هناك ترحيب لافت بالرئيس سعد الحريري، كانت تطلع يعني كانت هناك على
أنغام الموسيقى دائما، موسيقى تيار المستقبل والأغاني الخاصة بالرئيس سعد الحريري، وعلى نثر الأرز والورود وذبح الخراف في كل المحطات التي جال خلالها في هذه البلدات. على كل حال نستمع إلى أبرز ما جاء في الكلمات التي ألقاها الرئيس سعد الحريري خلال هذه الجولة التي ستستكمل كما ذكرت بغداء في بلدة خربة أناقار قبل أن يتوجه إلى بلدة عسال. ست عيار حتفرجيهم شو هو تيار المستقبل وين قرارها. بدنا نفرجيهم بست عيار شو قرار الباع وشو قرار الأرعون. بدنا نفرجيهم شو هي الكرامة وأن القرعون مستحيل يكون عليها وصاية إلا وصاية أهلها وناسها وشعبها. كتير مشاريع لازم تنعمل، ونحن بمؤتمر باريس حطينا كل هالمشاريع لكل هالمنطقة الطيبة بمؤتمر سادر. يمكن قبل كانت المشاريع معروفة ولكن ما كان لها تمويل، فهلأ ما في حجة، هلأ صار في لها تمويل. كل ما علينا أنه نعمله أنه نعمل شوية إصلاحات نخلص من الفساد، وكل المال بإذن الله موجود لكل المشاريع من كهرباء وطرقات. بست عيار بدنا نعلمهم درس شو هو تيار المستقبل وشو هي بر الياس. وإلى عرسال التي تستعد لاستقبال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ومن هناك تنضم إلينا مباشرة مراسلتنا ناهد يوسف. ناهد، كيف تبدو الاستعدادات حيث أنت في عرسال؟ نعم هنادي، في بلدة عرسال لن نقول بأنها تزينت باللون الأزرق أو بالثوب الأزرق، لأن هذه البلدة لم تخلع عنها هذا الثوب يوما. في كل أنحاء البلدة صور الرئيس سعد الحريري يعني تزين المكان، الجميع يعني بسعادة لاستقبال الرئيس الحريري، خصوصا يعني وأنها المرة الأولى التي يحضر إلى هنا. حضر في مرة سابقة قبل أشهر، ولكن ذلك كانت تلك الزيارة واجب تعازي بالشهيد أحمد الفليتي، ولكنها اليوم المرة الأولى التي يحضر بهكذا مهرجان شعبي واستقبال شعبي حاشد. خلال هذا الحفل الذي من المتوقع أن يبدأ عند حوالي 5 عصرا ستكون هناك يعني أغنية خاصة من أهالي عرسال ستطلق اليوم، وعند حضور أو وصول الرئيس سعد الحريري إلى أو يصعد إلى المسرح، ومن بعدها طبعا كلمة الرئيس الحريري إلى العراسلة، ومن ثم ستكون هناك هدايا رمزية من العراسلة إلى الرئيس الحريري ستقدم على المسرح. للإطلاع أكثر هنادي على الأجواء هنا معنا عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل طارق الحجيري. طارق، خبرنا أول شيء لما عرفتوا أنه الرئيس الحريري حيجي لهون على بلدة عرسال، كيف كانت ردود فعل الأهالي على هذه الزيارة؟ لا شك انه كانت فرحة عارمة، اهالي عرسال كانوا بشوق كبير لاستقبال دولة الرئيس كما العادة، هني عشاق دولة الرئيس. من ساعات الصباح الاولى اليوم شوارعنا كانت عم تشهد مسيرات، هلأ نحن مثل ما كنتم شايفين بانتظار وصول دولة الرئيس، قبل بساعتين من موعد وصول دولة الرئيس عم نشوف الساحة تقريبا صارت شبه ممتلئة. بشوارع المجاورة للساحة نحن عم نشوف كمان كثير من المسيرات المؤيدة لتيار المستقبل. عرس وطني كبير عم تشهد بلدة عرسال اللي كانت متعطشة للحضور المسؤولين وللشعور بالحضن الوطني الجامع للبنانيين. خصوصا هالمرة رئيس حكومة عم بيجي. أكيد نحن في بزيارة الأولى لدولة الرئيس بالسابق بس تفقد الوحدات اللي كانت عم تقود معركة فجر الجرود لتستعيد جرود بلدة عرسال وراس بعلبك والقاع. البعض افترض ان هي زيارة يتيمة، الا انه رجل استثنائي دولة الرئيس. نحن كلنا امل انه ان شاء الله رح نصير نشوفه بكل مناطق لبنان. عرسال هي جزء اساسي من هذا الوطن، وهي دايما متعطشة انها تشوف دولة الرئيس وغيره من المسؤولين اللبنانيين. شكرا لك.
إذا يعني هنادي هذه هي الأجواء هنا كما يعني يمكن أن نرى قليلا خلفي هناك يعني أعداد هائلة من العراسلة حضروا قبل الوقت بكثير يعني كلهم بانتظار هذه اللحظة وبانتظار وصول الرئيس سعد الحريري للمرة الأولى في هذا المهرجان الشعبي الكبير الذي طبعا سنكون معكم يعني فور وصول الرئيس الحريري إلى هذه البلدة. نعم هنادي، شكرا لك. ناهد يوسف من عرسال. الرئيس الحريري كان زار مساء أمس منزل الوزير جمال جراح وشارك في لقاء نسائي بسما شتورة، كما التقى عشائر البقاعين الأوسط والغربي. وقد شدد الحريري على أن كل اللوائح في لبنان مواجهة ضد تيار المستقبل. استكمل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري زيارته إلى البقاع الأوسط، فزار الوزير جمال الجراح في منزله ببلدة المرج حيث أقيم له استقبال شعبي حاشد، وردد الأهالي عبارات التأييد والدعم وناثروه بالورود والأرز. وخاطب الرئيس الحريري المحتشدين فقال: في السادس من أيار ستمطرون أصواتكم عليهم في صناديق الاقتراع، وأنا أشكر أخي جمال على هذا اللقاء الرائع. ثم لبى الرئيس الحريري دعوة السيدة إلهام محمد رحال إلى لقاء نسائي حاشد مع سيدات تيار المستقبل في البقاع في مطعم سما شتورة. أنا ما حطيت نساء على لوائح تيار المستقبل عشان ما ينجحوا، أنا حطيتهم عشان ينجحوا، عشان المرأة يكون إلها دور رائد بلبنان إن كان بمجلس النواب ولا بمجلس الوزراء. نحن وياكم قادرين نبني هالوطن، هذا البلد اللي آمن فيه رفيق الحريري، آمن بنسائه ورجاله، آمن بأنه هذا الوطن يجب أنه الواحد يضحي عشانه، وهذا الشيء اللي عم نقوم فيه. كمان في مكان ما كله عم يفتش كيف يخسر تيار المستقبل، ولكن أنا بقول لهم اعملوا القانون اللي بدكم إياه، تيار المستقبل باقٍ 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 غصباً عن رقبتكم، وانتو بست أيار مثل هالشتوى الحلوة حتشتوا أصواتكم عليهم بصناديق الاقتراع. وبدي أقول لكم للحقيقة، أنا متكل عليكم النساء، أكيد متكل على الله سبحانه وتعالى، ثم عليكم، لأنه أنتم اللي حتجيبوا الرجال وتاخذوهم على صناديق الاقتراع وتقولوا لهم نزلها زي ما هي والصوت التفصيلي مثل ما قال التيار، صح ولا لا؟ كما التقى الرئيس الحريري وفدين من العشائر، الأول من البقاع الغربي والثاني من البقاع الأوسط، وعرض معهما مطالب المنطقة واحتياجاتها وشؤونا انتخابية. رد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن من يصوت خارج لائحة حزب الله وحركة أمل كأنه يصوت ضد المقاومة. وأكد المشنوق أن قياس المعركة في رسائله ليس قياس انتخابات، ويؤشر إلى أنها معركة مصير القرار السياسي في مجلس النواب، والمعركة تبدأ من بيروت وصولا إلى بقية أنحاء لبنان. المشنوق وخلال جولة له على عائلات بيروتية أشار إلى أن التحالف مع النائب وليد جنبلاط أصيل وتاريخنا معه لا ينفك، لافتا إلى أن الغيمة ستعبر. هذا التحالف اللي بيناتنا ما في حدا ثلاث مرات بيقدر يفكه، لأنه هذا تحالف أصيل. هذا تحالف مدفوع حقه دم غالي غالي غالي، مدفوع حقه دم الشهيد كمال جنبلاط اللي ما نزلت كلمة الحق. وهذه العلاقة كمان دفع ثمنها دم كبير وغالي علينا كلنا، هو دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري. طريقنا واحد، مسارنا واحد، وعروبتنا واحدة، شو ما غيروا شو ما بدلوا وشو ما عملوا الآخرين. المختارة وقريتين كانوا دايما إن شاء الله بيرجعوا بيستمروا عنوان واحد مش عنوانين. جال الأمين العام للتيار المستقبل أحمد الحريري في المنيا وأكد أمام الأهالي أن المنيا ستبقى زرقاء وستبقى مدينة الرئيس الشهيد بفضل وفائكم.
استهل الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري زيارته لمدينة المنيا، مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري من دير عمار، حيث التقى رئيس بلدية برج اليهودية عمر العويك ولبى دعوة سعيد العويك إلى فطور صباحي أقامه على شرفه في دارته في برج اليهودية. ثم شارك أحمد الحريري في المهرجان الانتخابي الذي أقيم في عين البسط بحنين، حيث أكد أن المنيا ستبقى زرقاء وستبقى مدينة الرئيس الشهيد بفضل وفائكم. لبى بعدها أحمد الحريري دعوة أحمد نديم المصري إلى غداء تكريمي أقامه على شرفه في صالة النايت ستار في العبد، في حضور عدد من مرشحي لائحة المستقبل للشمال ورئيس بلدية المنيا ظافر زريقة وحشد من فعاليات المنيا والجوار. وكل اللوائح المشكلة اليوم بهذه الدائرة هي لوائح طبعا الغير لائحة تيار المستقبل، هي لوائح ما عندها ولا شيء إلا استهداف شخص الرئيس الحريري وخطه الوطني والمحاولة بالتأثير عليه. وعلينا نحدد موقفنا السياسي ونقله للرئيس سعد الحريري انه المنيا والضنية وطرابلس ما هتخليك الا تركع لربنا سبحانه وتعالى، مش لأي حدا تاني. واثرنا نختار شخص كان كل همه هي خدمة أهله بالمنطقة، عنيت به الحاج عثمان علم الدين. هذا الشخص النابع من أوجاعكم والنابع من الحرمان الموجود والنابع من كل الاحتياجات اللي بدها هي المنطقة، هو ابن أسرة كريمة وخي للدكتور العزيز المرحوم هاشم علم الدين. ثم شارك أحمد الحريري في المهرجان الذي أقامته جمعية الريحانية في بحنين في مركزها، وقال من هناك: كنت متأكدا من وفاء أهل المنيا، من وفاء أهل بحنين، واليوم أثبتتم أكثر حبكم ووفاءكم لنهج الشهيد رفيق الحريري. انتقل بعدها أحمد الحريري إلى دير عمار للمشاركة في اللقاء الذي أقامته الرابطة الأدبية على أرض ملعب الرابطة بحضور حشد من أهل المنطقة، ثم أقيم على شرفه لقاء حاشد في دارة الحاج عبد الله عيد أبو علي قبل أن يختتم جولته في المنيا بعشاء في دارة محمود عيد والد الشهيد وسام عيد. وتخلل اللقاءات في دير عمار كلمات أكدت على وفاء أهل البلدة لمسيرة الشهيد رفيق الحريري. وكانت جولة أحمد الحريري في المنيا تضمنت سلسلة زيارات ولقاءات مع أهالي المنطقة وجوارها، من الاطمئنان إلى صحة رئيس اتحاد بلديات المنيا الحاج عماد مطر، إلى تقديم واجب العزاء لآل المصري في حكر كوسة ولآل حج عبيد في بحنين، مرورا بزيارة آل المبيض في حمدون وزيارة دارة العميد سعد لدهيبي في النبي يوشع، والمشاركة في لقاء في دارة الحاج عامر الحلبي. كما زار أحمد الحريري منازل كل من محمود تامر ويوسف حامد في بحنين، حسام مخيبر، أبو حسين الحج، هيثم فهدة، محمد رستم، أبو علاء، عبود الحواط، آل فهمي، آل حلوح، آل صبحية، المختار عدنان الأشرفي، أبو حمزة النداف، محمود عباس، وآل الجندي. كما شارك في حفل تكريم للطلاب أقيم في بهوي مسجد الصحابي الجليل عثمان بن عفان في حمدون المنيا. كرامة جزين من كرامة صيدا، هذا ما أكدته النائب بهية الحريري خلال جولة لها في جزين، حيث استمعت إلى مطالب الأهالي ووضعتهم في صورة الأجواء الانتخابية. صيدا وجزين تتكاملان وكرامة جزين من كرامة صيدا، هذا ما أثنت عليه رئيسة التربية والثقافة النائب بهية الحريري خلال جولتها في منطقة جزين. المحطة الأولى كانت في بلدة عين المير، حيث التقت في منزل عضو المجلس البلدي ميشيل يوسف عددا من الأهالي ووضعتهم في أجواء الاستحقاق الانتخابي، ثم انتقلت إلى بلدة سنية حيث أكدت أن الانتخابات هي مجال للتواصل ولا نريد لأحد أن يلغي الآخر. صيدا وجزين فعلا تتكاملان وهذا واقع، وكرامتكم من كرامتنا. بعدها توجهت الحريري إلى بلدة الحسانية واستمعت إلى مطالب وقضايا تهم البلدة حياتيا وإنمائيا وزراعيا. ومساء لبت الحريري دعوة المربي مارون في المجيدل، حيث استمعت إلى عدد من المطالب التي تعتبر أولوية بالنسبة للمنطقة. وفي حفل عشاء تكريمي أقامته شركة آي جروب على شرفها وحضره فعاليات وهيئات من صيدا والجوار، أكدت بهية الحريري أننا لن نسمح بأن تكون صيدا مرة أخرى ساحة للنزاعات والتصدعات، ولن نسمح لأحد أن يعيدها قارب الزمن إلى الوراء. لأن صيدا وأهلها سيدات ورجالها
حطوا كل جهدهم لتكون صيدا مدينة للتعاون وللتكامل وللعمل، مش مدينة للنزاع والسجال. إن هالمدينة تكون نقطة الانطلاق لصناعة الأمل لكل لبنان. وتخلل الحفل عرض فيلم توثيقي عن مشاريع مدينة صيدا. تعرض المرشح عن دائرة الجنوب الثالثة علي الأمين للاعتداء من حوالي 40 شابا من حزب الله، وأصابوه بجروح عديدة، وذلك أثناء تعليق صورة له أمام منزله في قرية شقرة في قضاء بنت جبيل. وبصعوبة نقل الأمين إلى المستشفى حيث تمت معالجته. تعرضت لاعتداء ولهجوم من أكثر من 30 شاب منتمين لحزب الله. أنا كسر سني بسبب الضرب، وجسمي أيضا تعرض للكمات ولضبيط، وتم استخدام كل وسائل التخبيط والضرب من مجموعة من البلطجيين. أنا بقول هذا برسم رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هون البلطجية، رئيس الجمهورية تعال شوفهم، هو جماعتك حزب الله البلطجية، برسم هيئة الإشراف على الانتخابات. أنا هجمت لأني عم علق صورة لإلي، أنا اللي علقها، عم بيعلق الصورة ما حدا غيري، لأني ما بدي حدا يتعرض كان لأذى بعد تهديدات إنه ممنوع علق صورة. أنا حقي كمرشح أطالب فيه رئيس الجمهورية قبل غيره. هذا اللي عم بقوله هلأ، ورح أقول إشياء كتير مرة تانية. وفي أول تعليق على تعرض الأمين للاعتداء، قال تيار المستقبل في بيان إن الاعتداء يشكل حلقة من حلقات الاستقواء على المواطنين الشرفاء الذين يرفضون الخضوع لقوى الأمر الواقع في العديد من المناطق اللبنانية. أضاف البيان إن تيار المستقبل في الجنوب إذ يؤكد تضامنه مع الأستاذ علي الأمين ابن العائلة الجنوبية العريقة التي لا تحتاج لشهادة وطنية من أحد، يدين الهجوم الذي تعرض له ويضعه في سياق حملات الترهيب التي تواجه حملة الأقلام الحرة، حملة الأقلام الحرة، وكل ما ينادي بوقف مسلسل التسلط على الحريات العامة. المرشحان زاهر عيدو وربيع حسوني يشددان خلال لقاءات انتخابية على ضرورة اقتراع أهالي بيروت بكثافة لمنع مصادرة قرار العاصمة. نحن أكثر تيار قدم شهداء، هذا ما أكده زاهر عيدو المرشح عن أحد المقاعد السنية في دائرة بيروت الثانية خلال حفل فطور أقامه في مطعم عروس البحر. عيدو دعا إلى أن يكون السادس من أيار موعدا للوفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري ووليد عيدو وخالد عيدو وغيرهم من الشهداء. قانون صعب كتير، قانون ما بدنا نقول أنه نحن الليستة الزرقاء مثل أيام قبل، خلص الليستة سعد الحريري طالعة، خلينا نقعد بالبيت على رواق ننزل بعدين ننتخب. هيدا القانون لازم ننزل كل يومنا الساعة 7 الصبح. قانون النسبة، قد ما بنقدر نعلي الحاصل قد ما بنقدر نربح كراسي، ما بدنا نخاطر بخسارة ولا كرسي من كراسي بيروت. بيروت الصمود، بيروت العروبة، نحن العرب، نحن العروبة كلياتها، ما حدا يجرب يعملنا فحص دم بعروبتنا. وفي قهوة الروضة كان لقاء للمرشح عن أحد المقاعد السنية في الدائرة ذاتها ربيع حسونة الذي نوه بالتسوية السياسية التي أرساها الرئيس سعد الحريري من أجل مصلحة لبنان. هذه الانتخابات ما بيقوم فيها سعد رفيق الحريري، هاي الانتخابات ما بيقوم فيها تيار المستقبل، هاي الانتخابات بده يقوم فيها 340 ألف بيروتي بيصوتوا ببيروت، مش 220 ألف، لأنه مسيحي والشيعي والدرزي هن بيالتي مثل كل بيالتي وحريصين على بيروت مثل أي واحد بيروتي. كما دعا حسونة إلى التصويت بكثافة منعا لمصادرة قرار بيروت التي تتحضر لورشة عمل كبيرة من قبل تيار المستقبل. أكد المرشح عن المقعد السني في دائرة الجنوب الثالثة عماد الخطيب أن العلاقة بين أهالي حصبية ومرجعيون هي علاقة تاريخية، مشيرا إلى أن الانتخابات تنتهي في 7 من أيار ويبقى أبناء المنطقة يدا واحدة. أكد المرشح عن المقعد السني في دائرة الجنوب الثالثة عماد الخطيب أن العلاقة بين أهالي حصبية ومرجعيون هي علاقة تاريخية يشهد لها في جميع المحطات الوطنية. وخلال زياراته لفعاليات المنطقة أشار إلى أن الانتخابات تنتهي في 7 من أيار ويبقى أبناء المنطقة يدا واحدة. إن شاء
يجتمعوا حصريا هي بلد واحد ان شاء الله مثل ما قلت حضرتك او من الاحتلال مع بعض ما حدا قدر يفرق بيناتهم لا قبل ولا هلا ولا بعدين ان شاء الله والسياسي بتخلص بوقتها وخلصت هلا بست ايام سبع ايام بتاع كل شيء نحن موجودين مع بعض ما وحنكمل مع بعض شهيد المرحوم رفيق الحريري ما كان شهيد لا بيروت ولا الطائفة السنية ولا منقبل انه يكون محصور في البوتقة الضيقة هو عابر للطوائف هو له امتداده في كل الوطن احيانا المصالح السياسية تفرض تباينات معينة انما هذه متفضل تباينات عابرة بس وبتظل قلب على قلب ويد بيد ومنواجه مثل ما واجهنا في الماضي منواجه المستقبل بكل محبة بكل أخوة بكل أهلية وما منفرق بين شبعة وبين حصرية الفعاليات أكدوا من جانبهم على دعم نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتيار المستقبل العابر للطوائف وتتابعونا في نشرة من الميدان بعد الفاصل الأمن السعودي يسقط طائرة مسيرة عن بعد في الرياض أهلا بكم من جديد بعدما أسقطت السلطات السعودية طائرة مسيرة عن بعد درون في منطقة الرياض دعت وزارة الداخلية هواة استخدام هذه الطائرات إلى الحصول على التصريح اللازم الذي يخولهم استخدامها للأغراض المخصصة لها وفي المواقع المسموح بها أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد الدرونز في مراحله النهائية ودعا المتحدث الأمني للوزارة هواة استخدام هذه النوعية من الطائرات إلى الحصول على التصريح اللازم الذي يخولهم استخدامها للأغراض المخصصة لها في المواقع المسموح بها وذلك من شرطة الحي الذي يقيمون فيه وأكد المتحدث أن هذا الإجراء سيكون مؤقتا لحين صدور التنظيم ويأتي هذا الإجراء بعدما أسقطت السلطات السعودية طائرة مسيرة عن بعد ترفيهية في حي الخزامي وبثت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أصوات إطلاق نار كثيف في حي الخزامي وأعلن المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض أن رجال الأمن تعاملوا مع طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص وأوضح المتحدث أن الطائرة كانت تحلق في حي الخزامي في العاصمة السعودية من دون أن يكون مصرحا لها بذلك وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الجهات المختصة أجرت تحقيقا بشأن ملابسات الواقعة كثف الطيران السوري غاراته الجوية على حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك تمهيدا فيما يبدو لاقتحامه برا في وقت خرج مقاتلو المعارضة من القلمون الشرقي بموجب اتفاق مع النظام مسلسل التغيير الديموغرافي المعتمد من النظام وميليشياته الطائفية حط رحاله في القلمون الشرقي في ريف دمشق حافلات تقل مقاتلي المعارضة وعائلاتهم خرجت من الرحيبة والناصرية وجرود متوجهة إلى الشمال السوري بموجب اتفاق بين المعارضة والنظام وينص الاتفاق على تسليم المقاتلين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمستودعات الذخيرة قبل خروج نحو 3200 مقاتل مع عائلاتهم وبالتزامن بث التلفزيون السوري لقطات تظهر غارات جوية استهدفت الحجر الأسود ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرة المعارضة وأظهرت اللقطات الحية تصاعد أعمدة الدخان الكثيف فيما سمع أزيز الطائرات في سماء المنطقة في غضون ذلك أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن وفد الخبراء التابع لها جمع عينات للتحليل من داخل بلدة دوما التي شهدت هجوما بالأسلحة الكيماوية في 7 نيسان الحالي وقالت المنظمة إن وفدها سوف يقيم الوضع وسوف يفكر في الخطوات المستقبلية بما في ذلك زيادة محتملة أخرى لدوما موضحة أن العينات ستنقل إلى مختبر المنظمة في هولندا لتحليلها وفي الشمال السوري عثر على مقبرة جماعية تضم رفات 300 قتيل مدني في ملعب الرشيد في مدينة الرقة حيث المعقل الرئيسي لتنظيم داعش قبل طرده منها في نهاية العام الماضي ونقلت الجثث ودفنت في مقابر خاصة لتمكين ذوي الضحايا من التعرف إليها في وقت لاحق حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من مغابة إقدام واشنطن على الانسحاب من الاتفاق النووي معتبرا أن ذلك سيكون خطأ أليما بالنسبة للأمريكيين وأعلن أن إيران ستواصل عندها جهودها لتطوير قدرتها النووية السلمية وبخصوص الملف السوري أشار ظريف إلى أن السياسات الخاطئة للإدارة الأمريكية تؤدي إلى زيادة الصراعات في هذا البلد
دعا وزير الدفاع في حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان السلطات المصرية إلى عدم السماح بدخول جثمان العالم الفلسطيني الشهيد فادي البطش والذي تم اغتياله في ماليزيا. وعلى الرغم من نفي الاحتلال ضلوع الموساد في العملية، رجحت السلطات الماليزية وقوف أجهزة استخبارات أجنبية خلف الحادث. حتى الساعة لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش فجر السبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور من قبل مسلحين على متن دراجة نارية أثناء توجهه لأداء الصلاة، لكن أصابع الاتهام وجهت سريعا إلى جهاز الموساد الإسرائيلي بحسب ما أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال حضوره مراسم عزاء البطش في غزة، كاشفا أن الحركة أرسلت وفدا إلى ماليزيا لمتابعة التحقيق في القضية ونقل جثمان الشهيد إلى القطاع. البطش البالغ من العمر 35 عاما والذي كان عالما في مجال الهندسة الكهربائية وخبيرا في تكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيرة كان مصدر إزعاج لبلد معاد لفلسطين بحسب ما قال وزير الداخلية الماليزي الذي رجح ضلوع أجهزة استخبارات أجنبية في عملية الاغتيال. ومع نفي وزير الدفاع في حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان مسؤولية الموساد عن الحادث، اعتبر أن البطش لم يكن قديسا مدعيا أن الاغتيال جاء على خلفية تصفيات داخلية، في وقت دعا السلطات المصرية إلى عدم السماح بنقل جثمانه عبر أراضيها إلى غزة. في غضون ذلك أعلن السفير الفلسطيني لدى ماليزيا أنور الآغا عن تأجيل نقل جثمان البطش ليوم أو يومين حتى إنهاء الإجراءات التنسيقية مع الجانبين الماليزي والمصري المسؤول عن فتح معبر رفح مع غزة. بعد الفاصل في النشرة، إقامة مجانية مقابل شراء شقة في منطقة فتحية التركية. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. الحريري سنريهم في السادس من أيار ما هو قرار البقاع ومن هو تيار المستقبل. والمشنوق معركة بيروت سياسية بامتياز وتاريخنا مع جنبلاط لن ينفك. وفد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يأخذ عينات من دمى. أكد وزير الثقافة غطاس خوري من مكتبه في بعقلين أن الصوت التفضيلي اليوم هو للثقافة والمكتبات. افتتح وزير الثقافة غطاس خوري لقاء المكتبات العامة الذي أقيم تحت عنوان تغير في المفهوم والدور في المكتبة الوطنية في بعقلين في حضور المدير العام للشؤون الثقافية في الوزارة علي الصمد ومدير مكتبة بعقلين غازي صعب وحشد من أمناء المكتبات العامة والشريكة مع وزارة الثقافة. خوري وخلال إعلانه استراتيجية وزارته للمكتبات العامة أكد أن الصوت التفضيلي هو للثقافة والمكتبات، لافتا إلى أن النهوض الثقافي يؤدي إلى نهوض اقتصادي في لبنان. البنك الدولي لما قرأ خطة النهوض الاقتصادي أكثر شيء كان لافت له هي خطة النهوض الثقافي. ليش؟ لأنه هذا أول بلد بيفكر أنه بالثقافة بيقدر يعمل نمو. نحن عم نقول بخطة النهوض الثقافي بنقدر نعمل نمو. نحن طالبين 284 مليون دولار من هذه الخطة اللي جاي 16 مليار. إجا قال ماشي الحال بيعملوا لنا بروراتا مش مشكلة، لكن بدي أقوله بأنه بخطة النهوض الثقافي نحن قادرين نعمل نهوض حقيقي بالبلد يؤدي تقريبا يمكن إلى مليارين، أنا بقول مليارين يمكن يكون أكثر من مليارين زيادة بالدخل القومي. خوري أشار إلى أن وزارة الثقافة ستعمل على تشكيل هيئة تشرف على عمل المكتبات بغية تصويب العمل من أجل مصلحة الجميع. الإقامة المجانية مقابل شراء عقار في منطقة فتحية تركيا، تقرير باسل خطيب. في احتفال مميز شاركت فيه كوكبة من الشخصيات ورجال الأعمال، أعلنت شركة طوفان العقارية التركية عن افتتاح مكاتبها في بيروت لتقدم الخدمات العقارية والسياحة والسفر. شارك في الاحتفال نائب رئيس طوفان كمال طوفان ومدير تطوير الأعمال وليد كنعان والمدير الشريك لمكتب لبنان زين أبو همين. وتعد شركة طوفان إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات بمدينة فتحية التركية التي تتميز بموقعها الجغرافي جنوب غرب تركيا وتمتلك أحد أجمل شواطئ البحر المتوسط. نائب رئيس شركة طوفان كمال طوفان لفت إلى أن الوحدات العقارية لدى طوفان في فتحية تتوزع بين الشقق السكنية وفيلل داخل مجمعات وتتميز بالخصوصية والفخامة. نحن هون عم نقدم للمستثمر اللبناني عرض وشرح عن نمط الحياة بفتحية
منعرفهم بمشاريعنا بشركة طوفان العقارية، وفتحية منطقة قريبة كتير من بيروت توصل عليها بساعة طيران كأنك عم تسافر من مدينة لمدينة بالبلد نفسه. ومن اليوم لشهر تشرين في طيران مباشر من بيروت لفتحية. أما مدير تطوير الأعمال في طوفان وليد كنعان فكشف أن محفظة الشركة حوت حتى اليوم أكثر من 600 مشروع. وهذا الشيء تعرف لما تحكي عن عقار عم تحكي عن موقع كواليتي تبع المشروع، عملية التنفيذ ونوع التنفيذ والبضاعة تبع التنفيذ، هذه ميزة بتميز كمان مشاريع طوفان. الميزة الثالثة هي الالتزام بالوقت والتسليم اون تايم للمشاريع تبعنا، والحمد لله كان سكسسفول فيني نقول لست سنين لورا ما واجهنا ولا أي مشكل مع أي زبون. تركيا مسهل كتير هذا الموضوع على المستثمرين، مجرد ما أنت تتملك وما في قانون معين بيجبرك برقم معين للملكية مشان يطالك إقامة، فيك تتملك ملكية فردية شقة غرفة نوم 50 متر 55 متر، وفيك تتملك قد ما بدك. وعلى عكس ما يحصل في دول العالم فلا يتطلب منح الإقامة للأجانب في منطقة فتحية التركية شراء عقار باهظ الثمن، بل يمكن أن تكون شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة وإقامة مدتها سنتان قابلة للتجديد مع الإشارة إلى ضرائب ورسوم مخفضة جدا. وقد بدأت شركة طوفان باستقبال زبائنها في مكتبها في بيروت منطقة تلة الخياط أوتوستراد قناة تلفزيون لبنان. نفذ عدد من سكان مناطق عرمون والجوار وقفة احتجاجية قرب مسجد أنس بن مالك لمطالبة المعنيين بالقيام بما يلزم لإصلاح البنى التحتية في المنطقة. الشيء اللي نحن عم نطالبه، بنطالب المحافظ جبل لبنان القاضي مكاوي يتفضل ويشوف المنطقة اللي نحن فيها ويقوم بمهماته، ونحن بنعرف انه هو اذا اجى شاف اكيد مش حيرضى بالوضع اللي نحن فيه. لا في عنا زفت، لا في تمديدات صحية، لا في كهرباء، لا في مي، لا في خدمات، زبالة على الطرقات، وتزفيت الطرقات اللي عم نطالب فيه صار من سنة 2008 ما حدا اجى زفت، كل بناية عم تزفت على حسابها. تمكنت قوة خاصة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف 2 من أفراد عصابة لسرقة السيارات بعد أن اشتبهت القوة بالسيارة التي يتجولان بها وهما اللبنانيان حاحا وعينيا، وقد عثر بحوزتهما على مسدس ومسروقات وحقيبة تحتوي على عدة تستخدم في عمليات سرقة السيارات. بالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على سرقة أكثر من 20 سيارة، وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما والعمل جاري لتوقيف باقي أفراد العصابة. بعد الفاصل. مقتل أكثر من 40 شخصا جراء تفجيرين في أفغانستان. لقي قيادي حوثي بارز في محافظة الجوف مصرعه وهو المشرف العام للميليشيا في الجبهة والمسؤول عن زراعة الألغام والعبوات الناسفة. وسط ذلك سحبت ميليشيات الحوثي مسلحيها من جبهة سرواح في مأرب نتيجة الخسائر الكبيرة التي تلقتها في الساحل الغربي ونتيجة للتقدم الذي تحرزه قوات الشرعية. من جهة ثانية أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل أكثر من 9 مسلحين من الانقلابيين في غارة لطائرات تحالف دعم الشرعية على سرواح. قتل نحو 40 وأصيب أكثر من 60 آخرين جراء تفجيرين هزا مركزي اقتراع في أفغانستان أحدهما في العاصمة كابول. وأوضح متحدث باسم الداخلية أن المهاجم فجر نفسه عند مدخل المركز المكتظ بالمواطنين في منطقة غرب العاصمة، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الاعتداء. أعلنت السلطات الفرنسية إخلاء جزيرة مون سان ميشيل لاعتبارات أمنية بعدما وجه رجل تهديدا للشرطة من دون معرفة غايته. وذكرت الشرطة الفرنسية أن شاهدا سمع رجلا يطلق التهديدات بعدما دخل المزار السياحي الشهير الذي يقع في منطقة نورماندي بشمال غرب فرنسا، مما دفع بقوى الأمن إلى إخلاء المنطقة لتبديد أي شكوك. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادث. قتل ما لا يقل عن 10 من بينهم صحفي خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيكاراغوا. وذكرت وسائل أعلام محلية أن الصحفي قتل بالرصاص أثناء بث مباشر عبر الفيسبوك من المنطقة التي تشهد تظاهرات عنيفة، حيث تظهر اللقطات انقطاع تقريره الصحفي وتهاويه على درجات أمام مبنى ثم أصبح بلا حراك فيما صرخ الناس باسمه
باسمه وهرعوا لمساعدته. يحتفل العالم اليوم بيوم الأرض الذي يصادف في 22 من نيسان من كل عام، وهذه هي المرة 48 التي يسعى فيها منظمو الاحتفالات لتجميع سكان الكوكب من أجل الدعوة لبيئة صحية وآمنة وعادلة وعالم مستقر. وستشهد مختلف عواصم العالم احتفالات بهذه المناسبة. في الرياضة بعد الفاصل، برشلونة يحرز لقب كأس ملك إسبانيا للمرة الرابعة على التوالي. أهلا بكم من جديد، ونصل إلى النشرة الرياضية مع صبح إبلاوي. مرحبا مشاهدينا، البداية لليوم رح تكون من كرة القدم بأوروبا، حيث توج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا للفوتبول للمرة الرابعة على التوالي والمرة 30 بتاريخه بفوزه على إشبيليا بنتيجة كتير كبيرة 5-0 بالمباراة النهائية للبطولة يلي أقيمت على الملعب الخاص بأتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية. وتقدم برشلونة بهدف سجله لويس سواريز بالدقيقة 13، وأضاف ليو ميسي الهدف الثاني بالدقيقة 30، ثم عاد سواريز وسجل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة بالدقيقة 40، وكما أضاف أندرياس إنيستا الهدف الرابع لبرشلونة بدقيقة 52 قبل ما يسجل فيليب كوتينيو الهدف الخامس للفريق الكتالوني بدقيقة 69 من ركلة جزاء. وسبق لبرشلونة أنه فاز أيضا على إشبيليا 2-0 بنهائي الكأس بموسم 2015-2016 على استاد فيسنتي كالديرون بالعاصمة الإسبانية مدريد أيضا. وامبارح كانت بالفعل واحدة من المباريات الأخيرة والنهائي الأخير لأندرياس إنيستا مع برشلونة، فهو كان بطريقة رائعة وودع جماهير الكامب نو ويلي كانوا موجودين بملعب الأتلتيكو مدريد بالعاصمة، وكان قائد برشلونة أفضل لاعب بمباراة ليلة امبارح، وراح يتخذ إنيستا قراره بشأن مستقبله الأسبوع المقبل، وبيدرس لاعب الوسط يلي عمره 33 سنة الانتقال للدوري الصيني. وكانت هيدي سادس مرة بيرفع فيها إنيستا كأس الملك، إضافة لثمان ألقاب بالدوري لتصبح ألقابه 9 في حال حقق برشلونة الثنائية المحلية نهار الأحد القادم بحصوله على 3 نقاط إضافية من مبارياته الخمس الأخيرة، كما فاز إنيستا بأربع ألقاب من التشامبيونز ليج وساهم بفوز إسبانيا أيضا بكأس العالم لكرة القدم للمرة الوحيدة بحياته. سيطر تتويج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا على أغلفة الصحف الصادرة صباح اليوم بإسبانيا، وعنونت صحيفة ماركا الشهيرة على صفحتها الأولى قائلة الإمبراطور الأخير، وتابعت إنيستا يكتب نهاية الرواية التاريخية مع برشلونة قبل الانتقال لتجربة جديدة بالصين. ووجهت صحيفة أس رسالة لإنيستا قائد الفريق الكتالوني وقالت على صدر صفحتها الرئيسية: إنيستا لا ترحل. وحملت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عنوان البطل الأبدي بإشارة إلى تتويج برشلونة بلقب الكأس للمرة الرابعة على التوالي والتتيم بتاريخه كرقم قياسي. وعنونت صحيفة سبورت الإسبانية أيضا على غلافة قائلة: يعيش الملك. وبدوري كرة السلة الأمريكي الـ NBA، لي براون جيمز وفريقه كليفلاند كافاليرز عم يتأخر 2-1 بسلسلة المباريات اللي عم تجمعه مع انديانا بيسرز، ونتائج غيرها بالتقرير بنتابعه سوا. قاد الكرواتي بويان بوغدانوفيتش فريقه انديانا بيسرز للتقدم على وصيف الموسم الماضي كليفلاند كافاليرز 2-1 بسلسلة المباريات اللي عم تجمعهم بالبلاي اوفز، وسجل 30 نقطة وانهى انديانا المباراة الاولى اللي استضافها على ملعبه بها السلسلة بنتيجة 92-90 بفضل النقاط 30 لبوغدانوفيتش واللي هن الاعلى له بمسيرته. وقدر الكرواتي اللي عمره 29 سنة انه يقلب تأخر فريقه ب 17 نقطة بنهاية الهاف الاول من المباراة للفوز. ولم يتمكن كليفلاند يلي وصل للسلسلة النهائية للدوري بالمواسم الثلاثة الماضية وأحرز لقب 2016 من الوقوف بوجه العودة القوية لأنديانا، على الرغم من تسجيل نجمه لي براون جيمس 28 نقطة مع 12 ريباوند و8 أسيست يلي كان الأفضل بفريقه بالفئات كلها، إلا أنه جيمس أفضل لاعب بالدوري أربع مرات، حقق إنجاز فردي بمباراة الأخيرة لفريقه إذ أصبح ثاني لاعب بتاريخ دوري المحترفين بحقق 100 دبل دبل أي 10 أو أكثر من النقاط أو الريباوندز أو الأسيست بعد الأسطورة مايكل جوردن اللي عنده 109 دبل دبل. وعانى كليفلاند بالكوارتر الثالث من المباراة إذ اكتفى بتسجيل 12 نقطة مقابل 23 نقطة لأنديانا يلي بيستضيف المباراة الرابعة فجر اليوم.
وبسلسلة تاني من المنطقة الشرقية قلص واشنطن ويزرز الفارق مع متصدر الترتيب بالموسم العادي تورونتو رابترز بفوزه عليه 122-103 بالمباراة الأولى من السلسلة اللي بيستضيفها على ملعبه. وعانى تورونتو بالمباراة من شراسة دفاع واشنطن لا سيما لاعبينه يلي قدروا يوقفوا الهجوم القوي لتورونتو ما انعكس توتر على أرض الملعب بين اللاعبين وخاصة باللاعب واشنطن ماركاف موريس وجي جي أوم من تورونتو يلي كان قريب جدا من العراق بعد مرور دقيقتين على انطلاق المباراة. وصنع واشنطن الفارق بالكوارتر الثالث تحديدا وبيرجع الفضل بفوز واشنطن بفضل لعبه برادلي بيل وجون وول يلي سجلوا بالتساوي نحو نصف نقاط الفريق 28 نقطة لكل واحد منهم. وعن تورونتو كان ديمار ديرزون أفضل المسجلين ب 23 نقطة مقابل 19 نقطة لكلي لوري. وبيلعب الفريقين المباراة الرابعة قبل العودة إلى ملعب تورونتو. في مدينة كان الفرنسية أقيمت عروض استعراضية للطائرات السريعة من تنظيم شركة ريد بول العالمية من تابع بعضها العروض سوا. هذا كل شيء بالرياضة لهلا، شكرا لكم وإلى اللقاء. وفي ختام النشرة هذا تذكير بعناوينها. الأيام طلعت لوائح يعني بالعلم تمثل بشار الأسد. في اليوم الثاني من جولته البقاعية الحريري يقول سنريهم في السادس من أيار ما هو قرار البقاع ومن هو تيار المستقبل. تأتي نشر حركة لا سعد الحريري ولا نهاد المجنون ولا تمام اسلام ولا الاخر. تأتي معركة الأربعين من قومية بيروت وعروبة بيروت. المشنوق معركة بيروت سياسية بامتياز وتاريخنا مع جنبلاط لن ينفك. مسلسل التغيير الديموغرافي يبدأ في القلمون الشرقي وفد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يأخذ عينات من دمع. نهاية النشرة، إلى اللقاء. والعاصمة بهالانتخابات حتقوم وحتقول لهم مين هو المارد الأزرق. عدو فاجر وصديق تاجر.